بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. برشلونه بيكسب اشبيليه 1-0 بهدف جميل جدا للشاب الموهوب جدا بدري. بدري اللي هقعد اتكلم عليه للصبح، ما عنديش اي مشكله. بدري بسم الله ما شاء الله من ساعه ما رجع من الاصابه بيقدم مستوى عظيم جدا 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 بالنسبه لعمره وبالنسبه للتطور الهجومي الملحوظ جدا والتصويبات اللي بدا بدري ان هو يطلق مدافعه من بعيد، وبدانا نشوف بدري بيشوط من بعيد. وبدري النهارده بتصويبه جميله جدا بيقدر ينهي على اتشيبيليه. تشيبيليه اللي فرقه محترمه جدا مع مدرب محترم زي جوليان لوبتيجي، منظومه محترمه جدا 4-2-3-1 اللي بيلعب بيها جوليان لوبتيجي و 4-3-3. الراجل عنده شغل محدد بيعمله جوه الملعب، بيقدم كوره من رجل لرجل جميله جدا، بيعمل ضغط عالي مميز على الفرق اللي بيلعب ضدها. فانت بتتكلم على فرقه عندها عقليه الفوز حتى وهي رايحه تلعب في الكامب نو، فدي من المباريات اللي بقت تعتبر كبيره جدا في اسبانيا. يعني دلوقتي بقى عندنا ماتش برشلونه ريال مدريد ماتش كبير، برشلونه اتلتيكو ماتش كبير، برشلونه اتشيبيليه ماتش كبير. فان انا اكسب ماتش ريال مدريد واكسب بعديه ماتش اتشيبيليه، انا ماشي على الطريق الصحيح، وبسم الله ما شاء الله بدات اثبت رجلي على الطريق الصحيح. برشلونه قريب من ريال مدريد بتسع نقاط باعتبار ان احنا ان شاء الله هتقدر نكسب الماتش اللي متاجل بالنسبه لنا ده. وممكن تقول ان الدوري بقى فيه شبه منافسه، ودي حاجه بصراحه ما كناش بنحلم بيها. والفضل كل الفضل يعود لتشافي هرنانديز ويعود للابورتا. مهما اختلفنا مهما اتفقنا، بس تشافي عامل طفره، تشافي عامل طفره، بجانب طبعا المستويات المميزه اللي للامانه برضو بيكيه وسيرجيو بوسكيتس بقوا بيقدموها. يعني انت بسم الله ما شاء الله اخيرا الخبرات بتاعتنا بقى ليها لازمه، اخيرا خبراتنا بقوا بيشيلوا الشباب اللي موجودين جوه الملعب. غير ان بصراحه تركيبه بوسكيتس وفرانكي ديونج وبيدري في نص الملعب بدات تكون مميزه جدا. المستوى اللي بيقدمه بيدري هجوميا بقى بيغطي كتير جدا على فشل وعجز فرانكي ديونج ان هو يخلق لنفسه دور هجومي، ده بقى مميز جدا. بجانب طبعا عثمان ديمبيلي حطيته يمين شغال، حطيته شمال شغال، حطيت فيران توريس الشمال، حطيت مهاجم في النص زي اوبا شغال، لان المهاجم ده بدا يفرق. ليه بقى؟ لان احنا مثلا الاول اللعيب اللي على الطرف ده كان مفروض ان انت تعدي واحد على واحد وبعد كده تعدي بالتاني وتخش وتشوط، ما كانش متاح انك تلعب كره عرضيه. انما دلوقتي اوبا موجود في ال 18 العب له عرضيات كتير، وده اللي حصل الشوط الاول. كنا شايفين ان برشلونه كل شغله ان هو شغال عثمان ديمبيلي بيستلم بيفكر يعدي واحد على واحد ويلعب عرضيه لاوبا، ديمبلي بيستلم بيفكر يلعب عرضيه. فيران توريس الناحيه الثانيه كان تايه، بس عادي جدا مفيش اي مشكله. فيران توريس في كوره لعبت له عرضيه في الستة ارضه حجزوا له كويس، ديمبلي عطاها له كويس، بس هو شاط الهواء عادي بقى يا معلم. ابن صاحبة اسمه ايه ده؟ صاحب بنت انريكي وشغال معانا، مفيش اي مشكله، سيبه ادعموه يا جماعه، اصل هيطلع يعيط بعد ما فعادي يعني. نعدي احنا الموضوع بتاع فيران توريس ده، مع ان فيران توريس مكمل ال 90 دقيقه وبين امريك اوميانج وعثمان ديمبلي اتغير، بس عادي مش مشكله. المشكله بقى ايه؟ ان احنا ما كناش نكسب، بس الحمد لله رب العالمين. التصويبه الجميله اللي بدري قدر يحطها في مرمى ياسين بونو اللي بالمناسبه عمل ماتش حلو برضه، ياسين بونو قدم ماتش كويس جدا، بس الامانه الكره بعيده عنه بتعلق الهدف دي. يوسف النصيري كان موجود على الدكه لان كنا شايفين ان بدا بمارسيال ايريك لاميلا ولوكاس الكامبوس وايفر راكيتيتش طبعا لما كبر في السن بدانا نشوف ان راكي بقى صانع العاب، مع ان راكي متعودين ان احنا نشوفه 6 او 8. برشلونه نزل جافي مكان فرانك ديونج في الدقيقه 74، نيكولاس جونزاليس مكان عثمان ديمبيلي في الدقيقه 90، ممفيس ديباي مكان بيير امريك اوباميانج. وهنرجع تاني نتكلم على حته اداما وعثمان ديمبيلي. الفرق ما بين اداما وعثمان ديمبيلي ان عثمان ديمبيلي لعيب منتج هجوميا عكس اداما تراوري اللي ممكن يعمل كل حاجه في الكوره الا انه يسجل ويعمل اسيستات. فانا بالنسبه لي ان احنا نحاول نجدد لعثمان ديمبيلي اعتقد ان هي هتكون افضل حاجه برشلونه ممكن يعملها. مباراه كانت صعبه بس برشلونه قدر ان هو يكسبها، مباراه قدام خصم محترم برشلونه قدر يكسبها. برشلونه ماشي على الخط المحترم اللي تشافي بدا يعمله لبرشلونه، وهو حته ان احنا دلوقتي بقينا مركز تاني. برشلونه الموسم الكارثي بقى برشلونه مركز تاني وعنده مباراه مؤجله علشان خاطر يهرب من اتلتيكو مدريد ويهرب من تشيبيليه اللي عندهم 57 نقطه. برشلونه عنده 57 نقطه بس لعب 29 عكس تشيبيليه وعكس اتلتيكو مدريد. فكل التحيه والتقدير لتشافي هرنانديز، كل التحيه والتقدير لبيدري، كل التحيه والتقدير لفرانك ديونج، كل التحيه والتقدير لعثمان ديمبيلي، تحيه وتقدير لبيير امريك اوباميانج اللي حل لنا كتير قوي، تحيه وتقدير لفيران توريس اللي عمال يعك، تحيه وتقدير لكل لعيبه برشلونه بما فيهم داني الفيش، الخبرات العظيمه جدا اللي بدات تفرق معانا ناحيه اليمين بما فيهم جوردي البا، الخبرات المميزه جدا اللي بتادي اداء كويس ناحيه الشمال للعيب زي جيرار بيكي، لماركاندير ديلشتيجن اللي جه في الدقيقه 90 وقرر ان هو يطلع ويدي بوكس غبي قوي بس الحمد لله حلها وقدر ان هو يعمل تراي جميل وينقذ برشلونه من هدف التعادل.
برشلونه كسب مباراه قدام خصم كبير، بس الحمد لله رب، احنا برضه فرقه كبيره يا باشا، مش معنى ان احنا بنمر باوقات سيئه ان احنا فرقه ضايعه. ان شاء الله باذن الله برشلونه قادم كده، بس يا رب ما ناخدش نفس السلوجه بتاع الزمالك قادم. ان شاء الله برشلونه قادم، بس قادم بجد يعني. لو عجبك الفيديو تعال اعمل لايك وشوف برشلونه هيبقى قادم لحد امتى. لو ما عجبكش الفيديو فان شاء الله باذن الله هنقدم لحد ما نروح ناخد اليوروبا ليج.